إذا لمناقشة أثر التلوث في العراق عموما وفي البصرة بشكل خاص على المواطن العراقي، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب الاختصاصي العراقي الدكتور إبراهيم سليمان. دكتور إبراهيم حياكم الله، مرحبا بكم. لنبدأ من موقع جيوغرافيكال البريطاني، يحذر من تبعات ارتفاع نسب التلوث في قضاء الزبير، ولكن يعني ما الذي أوصل البلاد عامة وليس قضاء الزبير فقط إلى مستويات التلوث الخطيرة؟ من المسؤول برأيكم دكتور؟ الخير عليكم وعلى مشاهدينا. حياك الله سيدي الكريم. سيدي العزيز، ترى التلوث بالقضاء الزبير وبالبصرة ليس وليدة هاي الأيام. احنا ما عندنا فلو أب يعني متابعة لهاي الحالات، ما عندنا اسم وزارة بيئة، بس متابعة لهاي المسائل ما موجودة عندنا. وللمعلومة ترى التلوث بهواء العراق الحد الأدنى من كل دول العالم، احنا دائما احنا بالقائمة بنهاية القائمة. شوف اكو تقرير اخطر من عنده، 32 حالة اصابة بديالة من وراء ابراج هاي الاتصالات. طلعوها وراء فالزبير والبصرة كل شركات النفط متواطئة بذبح هذا الشعب، والحكومة أول شيء هي متواطئة بذبح هذا الشعب. حتى مراكز لعلاج السرطانات ما عندنا. فيا سيدي العزيز، القضاء الزبير ومحافظة البصرة، أنت ستشوف، أنتوا شوفوا البلد، شوفوا البلد من الاحتلال إلى ما إلى من الاحتلال ليأسى صار 20 سنة. شيء على الواقع الصحي أو البيئي ما عندنا. حالات السرطانات، حالات أمراض الجهاز التنفسي. وللمعلومة حتى من أقول لك أنا من معلومة مال البصرة مال قضاء الزبير، غالبية الكيسات السرطان برونكوجينيكسي، يعني سرطان القصبات وسرطان الرئة. لأن هو هذا المرض الخطر. هذا منين؟ استنشاق المواد السامة. يعني ذاك اليوم عندنا 3 كيسات 3 حالات خلال فترة قصيرة في بغداد، هذا مع التمر الصحي، يحرقون النفايات ورا ما يحرقوها، ودخان هذا وراها شو سوى؟ يطمروها. تمر صحي ما عندنا. طيب دكتور مدى تأثير هذا التلوث، سواء كان يعني التلوث مباشر أو غير مباشر، هل يؤثر على الزراعة؟ هل يؤثر على المياه والحيوانات، ومن ثم يؤثر بالتالي على دورة الحياة بالنسبة للعراقيين؟ بالتأكيد كل شيء. أنت يعني ما أدري، أنت تدري هاي استمرات لجانب، مو إحنا مزينا، إحنا ربعنا ما حد يجي، شركات تجي من برا يكون المي مال العراق كله ملوث. إحنا هسه بالعيادات مالتنا هسه يجون المرضى مالتنا غالبيتهم، يعني شوف الفيبريو هسه طبعا أكو حالات فيبريو يعني كوليرا، ما يحكي الدولة ما تحكي، هاي هسه يسمونه هاي الكوفيد 19، هذا المحور. انا انصبت بيه، انا ما اخذت 3 جرعة وانصبت بيه. البلد كله مصاب، الحيوانات، انت هسه مرات اول شيء يبقوك بين بالهيموراجيك فيبر بالحمى النسفيه، بالعكس الثروه الحيوانيه انتهت. هذا النخيل مالتنا اللي 34 مليون نخله ما صبت 10 ملايين ما صبت. فأنا إذا أبدأ أحكي لك كثير افتهمت عليه، إحنا ما عدنا بين قوسين هلالين، افتهمت عليه، دولة تهم شعبها ما عدنا، تابع حال شعبها ما عدنا. دكتور، وحدة التلوث الذي يسبب الإصابة بالسرطان؟ أم أن هناك عوامل أخرى؟ لا ميكس دائما إحنا بالأمراض صراحة أكو شيء، لا ما بس التلوث يسبب السرطان، لا بس استنشاق. مثلا هسه واحد هو هاف سموكر مدخن تمام، ولا هذا سستبتبل يعني قابل عن الانصاب، فهمت علي؟ التلوث وحده مو كافي يعني يصيب، بس ينهك، اكو انهاك يبوقك وانت مفتح. يعني نحول هزال لبعض المرضى اللي نشوفهم يوميا. دكتور، كيف تقيم جهود الحكومه لمكافحه هذا التلوث؟ صفر. وينك حكومة؟ طيب دكتور، موضوع التلوث الهواء الذي وصل العراق إلى مستويات متقدمة في هذا الشأن،
كيف يمكن حل هذه المشكلة دكتور؟ من أين نبدأ؟ من أين ننطلق؟ والله شوف، سيطر على كل شيء. أنت تدري بغداد وحدها بها 4.5 مليون سيارة بغداد. نعم، هاي الانبعاثات من شوف، والله ما أدري أقول لك، البنزين، المحروقات، النفايات، كل شيء كل شيء، ما عندنا شيء صحيح. نقطر السطر، ما عندنا شيء صحيح. بس عسكرة المجتمع، هاي شرطي وما أدري شنو، ونطير سلري، نطير راتب. من بغداد الطبيبة الاختصاصية العراقية الدكتور إبراهيم سليمان، شكرا جزيلا على هذه المعلومات وعلى هذه الإفادة.